كلاسيكو تونسي ان شاء الله يتعدى ماتش باهي واللي يستحق الربح يربح. اكيد جدا الجوال ديما تدخل بشرف على الربح، ما عندناش حتى خيار، لازمنا نلعبوا كوره نتاعنا، لازم اللاعبين يكونوا في المستوى ونعطيهم ماتش باهي نتاعنا باش نكونوا حاضرين، ما ديما نلعبوا على الربح احنا ما نلعبوش. اكيد جدا حظوظنا ديما قائمه، في شنو هو 4 بوا 2 بوا حكايه فارغه، الماتش ماتش بيناتهم هذاك يلزم الناس الكل تو تحط اليد في اليد اي وتقص ونحطوا مصلحه النجم الساحلي في كل الاعتبار في كل شيء. الاهم من هذا كل اليوم تصوير الاطوال، اليوم اسم الاطوال، تاريخ الاطوال، الانتماء، كل شيء في اختبار والناس الكل يلزمها تتجنب.